يقول: جدي قتل رجلا حين هاجمه في البادية، وإن لم يقتله قتله الرجل، وهو أول من بدأ. هذا يسمونه قتل الصائل. الصائل وهو من أراد أن يعتدي عليك يقتلك أو يأخذ مالك. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له: يا رسول الله، رأيت الرجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، يعني في الدفاع عن المال. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة أو أنت شهيد. فالقصد أن دفع الصائل جائز، إنسان يدفع الصائل، هذا إذا أراد أخذ المال، فكيف إذا أراد أخذ النفس؟ فإذا كان كما ذكر السائل أن ذاك أراد أن يعتدي على جده بالقتل وكذا، فإنه يجوز له أن يدفع عن نفسه ولو قتله، ما فيه شيء أبدا وليس عليه شيء.